تكمل اللي أخذناه بالفصل الأول ما يخص الـ numerical methods. أخذنا كيفية إيجاد التكامل والتفاضل عن طريق الـ numerics، عن طريق الـ divisions، من أقسم الـ path أو الـ curve، أقسمه إلى عدة أقسام ولتكن دلتا إكس، ومن خلالها من أجمعها أوصل إلى الحل اللي أريده. فنفس الحالة راح نستخدم هاي الفكرة اللي قلنا هي مستندة على تايلر سيريز، نستخدمها إلى البارشال ديفرنشال إكويشن. راح نيجي عليها، نتطرق على الإكس والواي شلون نقسمهن، وبالتالي نوجد الدلتا تربيع هنا، أو المشتقة نسبة جزئية بالنسبة إلى الواي ونسبة إلى الأكس. فخلينا نبدأ بمقدمة وهي تعتبر كمراجعة للي أخذناه. الفكرة، فكرة الفاينايت ديفرنس ميثود اللي اختصارها FDM، فاينايت ديفرنس ميثود، فكرتها انه الدالة يصير إلها discretizations. فعندنا دالة من الدرجة الثانية أو أكثر، من يصير إلها discretizations معناته أنه المسافة بين هذين التقسيمات دلتا اكس، أو نسميها h مثل ما أخذناها سابقا. فهي هاي الفكرة. ونفس الحالة قلنا أهم شيء ترسم الديسكريتيزيشن هاي على مود تفتهم انه شلون بيكون الدلتا اكس، وشنو الطول، يعني طول الجيومتري اللي انت قسمته، وعلى اساس توجد المشتقة الاولى والمشتقة الثانية. فهنا لازم نعرفه انه الدلتا اكس ممكن استخراجه من الطول الكلي على عدد التقسيمات زائد واحد. فدائما عدد التقسيمات نزيدها واحد راح تصير قيم الاكس كلها، من الاكس نوت الاكس زيرو الى اكس ان بلس وان. ومن نقسم الطول اللي هو من صفر الى واحد، او اي طول هو يعطينا اياه، نقسم على هاي عدد التقسيمات بلس واحد، راح نستخرج قيمة الدلتا اكس. راح نستخرج ال step، ال space or spatial step يسموه. فاللي أريد تفهموه وتخلوا على بالكم إنه ال numerical التحليلات العددية، إنه عندك الجيومتري بأبعاد، وإذا يتغير ويا حرارة ويتغير ويا الضغط تقسمه إلى أجزاء بالإكس وبالواي وبالزي. فعندنا دلتا إكس، دلتا واي، دلتا زي، هذا الجيومتري. إذا ويا التايم يصير دلتا تي. فشوف صار عندنا دلتا إكس، دلتا واي، دلتا زي، ويا تايم دلتا تي. هاي فكرة الفاينايت ديفرنس ميثود، وهي نفس فكرة غير طرق عددية بعدين تاخذوها. يعني هي طرق عددية هواي، وممكن انت تستخرج طريقة عددية استنادا على هاي الفكرة. فالمشتقة الاولى، المشتقة الأولى هي شنو كتعريف؟ هي دالة نسبة إلى X أو with respect to X. هاي الدالة عندما يكون التقسيم كلش صغيرة، احنا مخلي فكرة، يعني خليها يحفظ هاي الفكرة، انه الدلتا X أو الدلتا Y أو الدلتا T كل ما تكون صغيرة كل ما يكون الحل العددي أدق.
يعني الأكيورسي تكون هاي. فالدلتا اكس عندما تقترب من صفر يعني كلش صغيرة انفينيتاسيما، هذا المعنى بالنيوميركس. إذا التغير بالاف، التغير بالاف اللي صار هنا نسبة إلى هاي الإليمنت، التغير بالاكس بالاف اللي صار على تغير بالاكس هنا دلتا، دلتا من عندنا هذا الربز، هاي الدلتا اللي هي عكس النبلة، النبلة اللي يكون تكون بالعكس. بتعبير آخر الدلتا اكس اقدر ارمز له h، فيصير المقام h، وتصير الدلتا اف تغير بالاف هي هذا ناقص هذا، هذا طرح من هذا، f x plus h ناقص f x. في هاي تعريف تعريف المشتقة، تعريف الميل يعني من الغايات. هو تعريف بسيط، بس من هذا التعريف البسيط أقدر أستخرج غير مشتقات، يعني مشتقة ثانية هي جاية مشتقة الأولى نسبة إلى x. المشتقة الأولى اللي عرفتها هنا فوق هي نفسها، من اشتقها بالنسبة للإكس مرة ثانية راح تطلع المشتقة الثانية. هنا أنا الفكرة يعني هاي المصطلحات الفورورد ديفرنس، الباكورد ديفرنس، السنترال ديفرنس، هاي مصطلحات تكرر علينا وفكرتها هي وحدة، انه اذا اخلي الاكس اي بالوسط واللي بعده اكس اي بلس واحد اللي قبله اكس اي ناقص واحد، من اتقدم هنا نسميه فورورد، من ارجع باكورد، واذا اخذ بين الباكورد والفورورد فسميه سنترال، واللي يكون هو بتر، يعني الاكيورسي مالته للسنترال عالي. في الفورورد ديفرنس اذا اكس اي هنا بنعوض الاكس اي بالداله تعطيني الواي، فالواي اي بلس 1 لهذا ناقص الواي اي على التقسيمه، على طول التقسيمه اللي هي h، هذا راح يعطيني المشتقه الاولى عندما الاكس تساوي اكس اي، فهذا فورورد من هاي الجهه. الباكورد لا، الواي اي ناقص الواي اي ناقص واحد نفس الاتش، تعطيني مشتقة اولى نفس الحالة بس تراجعي. واذا اريد الوسط اللي هو افضل فهو الواي اي بلس وان اللي هي هنا ناقص الواي اي ناقص 1 هذا النقطة، صار عندي هنا 2 h، يعني h في 2. مثل ما اتفقنا هم هاي ملاحظة ال h ثابتة. يعني من اسوي التقسيمات هاي تقسيمة تبقى المسافة مالتها ثابتة لكل الأجزاء وحدة، هذا الشرط الفاينال ديفرنس. فهذا المشتقة الأولى. إذا أريد المشتقة الثانية مثل هذا التعريف، مثل هذا المبدأ، هي المشتقة الأولى أشتقها بعد مرة، فهذا راح يتحول بهذا التعريف، انه المشتقة الاولى هي اذا اريدها فورورد هي اي بلس واحد ناقص اي، بدل ما اخلي واي اخلي دي واي داخل القوس، دي واي اوفر دي اكس خليته هنا،
على h، فهذا d على dx الأول تحول إلى هاي الصيغة. بعدين أفتح الموجود داخل القوس، المشتقة الأولى إذا كان i plus 1 يعني forward هو y i plus 1 ناقص y i على h. وبعدين المشتقة الأولى نسبة إلى i، هنا أنا الـ i إذا أريدها راح أخذ الـ i ناقص الـ y i ناقص 1، يعني أخذت الـ backward باعتبار أنه الـ y i أنا أريدها فأسويها explicit. من أسويها explicit أخذ الـ backward الـ y i اللي هي بالبداية. فتعريف للمشتقة الثانية راح ينتهي بهذا المقدار. هذا إذا أبسط أكثر أخذ معامل مشترك للبسط اللي هو 1 على h، ينزل يصير h تربيع، واللي بقى أنه سالب 2 y i، ومنا i بلس 1 ومنا i ناقص 1. فهذا هي قانون المشتقة الثانية. فهذا القانون نستخدم ذني القوانين، يعني تعوض ال x ينطيك ال y. فإذا ال x كان i minus 1 راح يعطيك ال y minus 1، ال x i يعطيك ال y i حسب هذا الرسم، كل x تقابلها y. انتبه هنا الـ x0 هي الـ boundary condition. شوف على الطرف الـ x0 هو الـ boundary condition الأول، والـ x الأخير اللي هو الـ boundary condition الثاني. الـ boundary condition يتقابل y0، هنا يتقابل y الأخير. خلا مثل هذا بمثال، هذا المثال يفيدنا بالبارشيا. عندنا هاي المعادلة اللي هي ODE، يعني هاي أول مرة يجي نحلها، اللي قبل حليناه بس أوجدنا تفاضل. هسه لا، كمعادلة differential equation كاملة نريد نحلها على أساس discretization. بنعطيك المعادلة هنا ODE، والدليل انه عندي D مو بارشل، فالواي تتغير ويا X only. الX حدوده من صفر الى واحد نفس هذا، نفس هنا من صفر الى واحد. عندما الX صفر يعني الX زيرو، الY صفر، الY not zero. والطرف الثاني نفس الحالة الـ y صفر. أخذنا هنا يجي أمثلة يكون على أطراف الـ y صفر مثل الـ deflection. هو مطيك الـ h هنا الـ delta x، يعني تقسيمات هو مطيك إياها. فإذا مطيك الـ delta x تعوضه هنا تقدر تستخرج قيمة الـ n، يعني هو مطيك length واحد هنا واحد، وهنا دلتا اكس متكيها ربع واحد على اربعة. فقدر تستخرج قيمة الان، ايش قد الان اذا عدلي طول واحد مقسم على ربع ربع راح يطلع الان اربعة. من الان اربعة معناته انه اكس صفر اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة اكس اربعة تقابل شنو؟ y صفر y واحد y اثنين y ثلاثة y اربعة. فمن y صفر الى ال y اربعة هاي حلول اللي نحن نريد الحل، يعني نريد ال y. فحلوله شنو؟ y صفر y واحد y اثنين y ثلاثة y اربعة. فهاي الفكرة حلها بسيط لكن طويل، مثل ما اخذنا الفكرة بالفصل الخامس انه النيومركس تكون بسيطة بس طويلة.
فلهذا نستخدم لها برامج. عندنا هاي المعادلة نحولها بدلالة الـ XI YI، فبدل ما تكتب XY اكتب XI YY وهكذا. أريد هنا المشتقة الثانية، أرجع لهذا القانون أكتبه كما هو أنزله. نزلت هنا هذا القانون للمشتقة الثانية الـ Y نسبة إلى X. الـ XI الـ YI تنزل 3XI تربيع تنزل، أبسطها أضرب كل المعادلة بـ H تربيع، هنا راح يروح يصير واحد، راح يبقى البسط، هذا البسط كله ينزل كما هو، هنا راح تنضرب بالـ H تربيع وهنا بالـ H تربيع، فصارت هالشكل. تريد تبسطها بعد أكثر، تستخرج المعاملات المشتركة للـ YI، يعني عندك هنا YI هنا عندك YI، تقدر تأخذها كعامل مشترك والبقية تخليها بداخل القوس، فراح يصعدنا الناتج بهذا الشكل. هسه هذا صار شيء عام، بنقول I معناته عام لأي نقطة. فاحنا إذا عدنا أربع نقاط، النقطة الأولى معروفة مسبقا اللي هي الصفر، يعني الأكس عندما الأكس صفر الواي صفر، وحتى الرابعة الأخيرة عندما الأكس واحد الواي هم صفر. فراح نوجد الـ in between، راح نوجد الواحد الاثنين الثلاثة، إذا الأكس زيرو معلوم والأكس واي معلوم، خلي نوجد ثلاث نقاط. هاي النقطة نسميها نود، وهاي النقطة هنا يسموها نود، واضح؟ فعند النود رقم واحد تنزل كما هاي المعادلة كما هي، بدال الآي تعوض واحد، عوضنا واحد واحد، بس هنا من عوض واحد بالأصواح صار اثنين، بس هذا الاختلاف، فتعوضنا مكان الآي واحد، هنا صارت صفر، هنا صارت واحد، هنا واحد، هنا اثنين، هنا واحد، فنزل عندنا هذا المقر. عوض بين المعلوم، المعلوم عندنا الـ H اللي هو واحد على أربعة، والـ X واحد نفس الحالة معلوم، ليش معلوم الـ X واحد؟ يعني الـ X صفر، الـ X صفر، بس التقسيمة الأولى هي ربع، فالـ X واحد راح تصير شقد؟ ربع، فتقدر تعوض مكان الـ X واحد هنا بربع، راح تعطيك هذا المقدار. عوض الـ X واحد هنا وتربع ربع تربيع يعطيك هذا المقدار كله، فصار عندك معادلة رقم واحد كل شي بيها معلوم ما عدا الـ Y اثنين، بين الـ Y زيرو صفر مطيني اياها بالسؤال، الـ Y زيرو مطيني اياها، الـ X وان مطيني اياها، الـ H مطيني اياها، بقى بس الـ Y تو أنا استخرجه بالنهاية، فبقيها هنا معادلة رقم واحد أبقيها. أجي على النقطة الثانية، النقطة الثانية بدل ما الـ I عوض اثنين، فعوض بالهاي الجنرال، بدل الـ I عوض اثنين، فصارت اثنين ناقص واحد يعني Y واحد، هنا أنا X اثنين، هنا Y اثنين، هنا ثلاثة، هنا X اثنين، صارت عندي هذا. الواي واحد ما عندي، عندي الاكس واحد بس الواي واحد ما عندي، هنا انا الاتش الاكس اثنين عندي، يعني الاتش بلس اتش او اثنين في اتش، فعندي الاكس اثنين وعندي الاتش هنا أنا، فيطلع لي الواي اثنين، بعدين الواي ثلاثة والاكس اثنين معدي، فصار عندي معادلة رقم اثنين الواي واحد والواي ثلاثة ما معلومات، أبقيها. أروح على المعادلة الجنرال
مرة ثانية ومرة ثالثة هنا استخرج معادلة رقم 3. فمن أعوض الآي بدل 2 أعوض 3، فثلاثة ناقص واحد راح يصير 2، هنا أنا 3، هنا 3، هنا 4، هنا 3، وصار 3 4 3 2. نفس الحالة الـ x 3 معلومة عندي، فيستخرج هذا الحد وهذا الحد. الـ y 2 ما معلومة عندي، فصار عندي الـ y 2 والـ y 3 هنا. هنا أنا واي واحد واي ثلاثة، هنا واي اثنين. حتى لو نحلها آنية نقدر نستخرج قيم الواي واحد واي اثنين واي ثلاثة، أو يعني بطريقة أكثر بروفيشنال إنه نسويها ماتريكس. معاد رقم واحد نكتبه اللي فوق، معاد رقم اثنين بالوسط، معاد رقم ثلاثة بالأخير. وعندنا الفاريابلز نخليها على شكل كولوم أو فاكتور، واي واحد واي اثنين واي ثلاثة، ونحط الكوفيشنت بس بترتيب يعني ملائم ويا الفاريابلز. فصار عندنا هنا يعني ماتريكس A، وعندنا هنا ال X، وعندنا هنا ال V. فنستخدم ال جاوس إليمينيشن، نستخرج قيم ال Y 1 Y 2 Y 3. طبعا هنا بالامتحان يعني أنا راح أحدد لك حسب الوقت اللي مقسمه أني إيش قد تصرف على هذا السؤال. فأما أنا أقول لك حل يا بطريقة جاوس، أو أوصل بس استخرج لي المعادلات 1 2 3، بس هذا استخرج ليها، ويعتبر هذا الحل كامل إذا السؤال جبت لك إياه مثل هذا.